ايه اللي موقفك على السلم يا نور؟ هيكون ايه يعني؟ مستنياك. من امتى بتستنيني على السلم بقى؟ استناك اني؟ احسن ما حد غيري يستناك، على الاقل اني لسه مراتك لحد دلوقتي. قطم بنت خالتي وام عيالي قبل ما تكون مراتي القديمه. اه، عشان كده بقى رحت للكن وطلبت منه انه يطلقها، زي ما رحت لها المستشفى ليله جوازنا وسبتني مرميه في الكوشه. عارف يا سعيد احلى حاجه فيك ايه؟ ان ردودك دايما جاهزه. بنت خالتي ام عيالي، قلت لي الكلام ده كتير لغايه ما خلاص قرفت منه. انت بترفعي صوتك على ايه يا بنت؟ حتى لما قلت ان ربنا هيهديك لما تتجوز وتغور من هنا، لكن الظاهر انها عامله الشغلانه دي كلها عشان تنط لنا كل شويه. ايه ده؟ ما ينفعش. ما تضحكش عليا يا سعيد، انت اصلك ما شفتش نفسك لما سمعت خبر ان الجوازه اتفركشت وقال ايه؟ الحمد لله انها فاقت قبل فوات الاوان، وان ربنا نجاها من واحد زي ده كانه ما هوش من مخاليق ربنا، ولا كان القرن اللي بتتكلم عنه ده اخويا ابن امي وابويا، والدم اللي بيجري في قرانا دم واحد. الله، محموقه قوي كده ليه؟ ما كنتش غلطت في السفير الامريكاني. القرن هيفضل اخويا، والمفروض انك تحترم سيرته على الاقل قدامي. وليه ما اضربلوش تعظيم سلام في الراحه والجايه؟ ما هو بقى معلم من معلمين السوق. يا سيدي وفيها ايه؟ ما تسيبوه يعيش له يومين زي اللي قبله معاشه كده؟ في يوم وليله من جربوع لمعلم؟ ما انتوا زمان كنت زيه، ما حلتكوش اللضا، وفي يوم وليله بقيتوا اسياد السوق. انا بتكلم صح ولا بخرب؟ انت اتجننتي يا بنت؟ انت بتشبهينا احنا لواحد واطي زي اخوكي؟ اذا كان الكن واطي فاني واطيه زيه، واللي رفع ايده وحطها في ايد الكن ما هواش احسن منه. أنا اللي لميتك وعملت لك قيمة، ونسيتي اللي بتدافع عن ده عمل فيكي إيه؟ نسيتي كان هيجوزك لمين؟ جاية في الآخر تقولي لي إن أنا واطي زيه يا بنت أخي. ما تغلطش يا سعيد! ده أنا أغلط فيكي وفي أهلي! يا نمت الشوارع أنت! وأديكي وأكلك بإيديا! حاج سلطان كان عنده حق لما قال لي تتجوز من بيت، بس انا كنت فاكرها غير، لكن اخت الكل لازم تكون من طينته وتعض الايد اللي اتمدت لها في الاخر. جري يا ناجا، انت كل شويه هتنط لنا غضبانه؟ هلا يخرب بنت حكايه. متشكره يا كان، متشكره يا اخويا الكبير. ما هو ده العشب، بدل ما تروح تاخد حقك من الراجل اللي مد ايده على اختك. انا شخصيا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول، انت كنت خدت الواد العجه والله هو برقبته. يا اخي خده ربنا، انت شايف كده؟ والله العزماني في الخدمه اهو، يعني لو ليكي سوق يعني تفضي الجوازه النكد دي اني موجود. انت لسه هنا يا اله؟ هو انت طردتني وانا قلت لا يا سيدي معلمين. طب قوم قوم. ايه؟ قوم! ايه؟ أنا قايل لك 100 مرة أما يبقى في حريم في البيت ما تعتبوش. يلا وريني عرض قفاك. حريم في البيت ما تعتبوش، مفهوم؟ حاضر. سلام. بصي لي هنا، بصي لي. حاضر يا سيدي المعلمين، همشي. سلام. سلام. أظن الجوازة اتفركشت. ممكن أقعد لي هنا يومين ولا أدور لي على مطرح تاني يا كان؟ عيب يا بت. بيت أخوك هو بيتك. أقعدي زي ما تحبي. شكر. الا من حق اخبار البت نعمة ايه؟ اهي مرميه في بيت ابوها. طب ابقي روحي اسالي عليها، واجب برضه. يا سلام يا كان، طول عمرك تفهم في الواجب يا جدع. امال ابقي شوفي لي ميتها ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اخبار الكرد؟ الحمد لله يا ريس، ان شاء الله كله هيبقى تمام. على فكره يا ريس، في واحد عدى عليك من شويه وساب لك الامانه دي. واحد مين؟ والله ما قالش يا ريس. طب شكله ايه؟ عادي، اصلي ما دققتش فيه قوي. كده اربعه دلوقتي. ده كلام رجاله مستأمنها على الوكاله في الرياض.
طب افرض حد حطت لنا بنك ولا مصيبه في الكرتونه دي، مش نعرف هو مين ولا ناخدها منه على عمانه كده؟ انا اسف يا ريس، ما جاش في بالي. ده اللي انتوا فالحين فيه، غرقوني يقولوا ما جاش في بالي. غور شوفوا كنتوا بتهببوا ايه. ماشي يا ريس. الله، دي العتبه عجباك يا ريس سيستيمو، يا ريتني سكنت هنا من زمان عشان نصطلح بوشك. اتفضل اتفضل. تشرب ايه؟ المرة اللي فاتت ما عرفناش نضيفك، ما انت عارف البيت اللي مفهوش ست بيبقى عامل ازاي؟ انا مش جاي الضيف. عارف، الامانة اللي ليك عندنا يا سيدي في الحفظ والصار. فوزي فين يا كان؟ ما تستعبطش يالا، اديني هكرر عليك السؤال مرة واحدة. بقول لك هو فوزي فين؟ انا لازم اشوفه وانت اكيد عارف مكانه، مش كده؟ ما هو اصلي اصلي وفصلي ايه؟ لو ما نطعتش بالزق يالا انا هنطعك بايدي. انت بتعمل ايه يا سعيد؟ قولي فوزي فين؟ بالراحة يا سعيد هموت. موت في 60 داهية، بس قولي فوزي فين؟ بالراحة يا سعيد. قولي يالا قبل ما افطسك بايدي، حياتك عندي ما تسواش بصلة. قولي قبل ما اقتلك، قولي فوزي فين؟ حاول حاول قولي يالا، قولي انا سامعك. بيت الجعانة اللي في لابوطي. خش يا حسيبي، خش يا بدري. مش عاجبكم طبعا، انا عارف مش قد المهام. بيت الجعانه كان اوسع واكبر، لكن معليش بكره تتعودوا. عاوز اقول لكم شغل العيال اللي كنتوا بتسترزقوا منه وانا في السجن ما بقالوش لزوم. ايوه يا كان، في ايه؟ معلش يا عم فوزي، ما انا رحت لك بيت الجعانه ما لقيتكش، وما لقيتكش كمان في البيت القديم. عايز ايه؟ انا مش قايل لك ما تطلبنيش الا اذا كان في حاجه مهمه. هو في اهم من سعيد سيستيمو يا عم فوزي؟ سعيد ماله؟ مش سيبني في حالي، كل يوم نططلي وعمال يسال فيا فوزي مين؟ فوزي فين؟ ده اكتر من كده، وصلت انه هددني بالقتل لو ما قلتلوش. لا ما تخافش، ما يعملهاش. اهم حاجه انك تمسك بقك كويس وما تخرش بالكلام للاخر. لا ما تخافش، لو كنت عايز اخر كنت خريت من زمان، من ساعه الحفر في المحل الجديد واللي اختفى الحاج سلطان من بعديها، والحفره اختفت واتدارت ولا بنشاف ولا بندري. ايه؟ لا ما اقصدش ايه، انا قصدي اقول لك يعني اني مش هيحصل ان انا يعني اقول على اي حاجة حصلت، حتى الحكاية دي يخرب بيتها. بقى كده يا كان؟ بقى انت طالبني عشان تقول لي الكلام ده؟ لا انا بتصل يعني عشان اقول لك ان بيدور عليك في بورسعيد كلها بمنكاش. انا حبيت اقول لك وخلاص، وبقى عملت اللي عليا. سلام عليكم. وعليكم السلام يا كان.
مين؟ انا سليمان. بتعمل هنا ايه؟ انت قريبهم؟ لا انا ما اعرفش حد هنا، بس في واحد جابني هنا اهوت ورماني في العشه دي وصابوني وروحت. ايه ده؟ انت مين اللي جابك هنا؟ حد ما اعرفوش، بس انا كنت بدور على شغل وهو جابني هنا وقال لي ان هنا في شغل. والناس اللي كانوا هنا ما تعرفش راحوا فين؟ لا بس اجا واحد الصبح اخدهم ومشى، وانا دهت عليهم محدش رد عليا وانا عايز اروح بيتنا. انت تعرف بيتكم فين؟ اه تمام روح. بس انا معيش فلوس. تعال. امسك. تعالى. انت قلت لي اسمك ايه؟ سليمان. طب تعالى يا سليمان انا هوصلك. معنى كده ان انت هتاخد مني الفلوس تاني؟ لا مش هاخدها منك تاني. انت مش جعان؟ اه انا بقالي يومين على لحم بطني ما اكلتش. اه طب يلا خليها معاك، اشتري لك حاجه تاكلها. يلا تعالى. صدق يا عجه ان انت طلعت حته حمار. امال هو الحمار وحش ده؟ حتى بيستحمل استحمال. بس البعيد بقى ما بيفهمش. انا ما بفهمش يا سيدي من مين؟ مش انت يا عجة قلت لي ان اني انفع معلم؟ ايوه صح اني قلت لك كده. ايه ده؟ يبقى اني كمان كده حمار تحمر يا عجة. بس على فكرة أنا زيك بالظبط يا عجة، أنا مفرقش عنك كتير. يعني أنت يا سيدي المعلمين؟ أيوه أنا حمار. أنا حمار مش عايز اعتراض يا عجة، أنا حمار. خلاص يا سيدي المعلمين، لو أنت مرضي كده يبقى خلاص اللي تشوف. والغريبة إن أنا ساعة ما افتكرت إني معلم وحبيت اعمل ابو السبع رجاله لقيتني مش فاهم حاجه في اي حاجه. احنا صغيرين قوي قوي يا عجه. لا 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 احنا كبار قوي، احنا في اعلى درجات العلو، بس احنا اللي مش حاسين بقيمه نفسينا. في طياره في المطبخ قوم يشوفها. بقول لك انك عمار. على مهلك يا عجة، على مهلك يا حمار. يا هو المطبخ فين؟ الو. يا رب تكون لسه فاكر صوتي. طبعا فاكر، انا عايزك وبدور عليك. ايوه عندي خبر. أنا كمان عايزك. أنت فين دلوقتي؟ في بيت حبيبك. الكن مش كده؟ معلوم. طب استناني هناك، أنا مسافة السكة وحكون فوق دماغك. سألك عليا بجد يا نوجة ولا أنت بتقولي كده كلمتين تاخدي خطي بيهم؟ يا بنت وأنا هكدب عليكي ليه؟ ده شكله جاي قريب وهيصالحك. يا ريت يا نوجة. يا اختي ما كنت سمعت كلامي، ما نبك بس الا شحطتك وشحطت العيال.
والله يا نوجة زي ما انت شايفة البيت مش سيعني، والعيال كمان مغلبني وقطمين ظهري، وانا لوحدي. اني لولا الملامة كنت رحت بوست ايده وقلت له رجعنا البيت. اهي جت من عند ربنا الحمد لله. عارفة ليه؟ عشان انت طيبة وبنت حلال وحملت قاسية زي. طب داني بقولي انك اتنصفتي اهو من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله. طب ما قالكيش هو جاي امتى يعني؟ اكيد قريب قوي، شكله مش قادر على بعدك. ابن اللذينه والنعمه لقايمه ضرباك. مش ليه يا كان؟ بدر مين اللي عمل فيك كده يا كان؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ان شاء الله ربنا هيجيب العواقب سليمه يا حاجه، ما تقلقيش. سليمه ازاي؟ مش بتقول انهم قابضين عليه وحاجزينه في القسم؟ عمل ايه سعيد عشان يقبضوا عليه؟ لسه محدش عارف، انا قاعد لبيه ولا عليا مع اصحابي على القهوه، لقيت اللي بيقول ان ريس سعيد محجوز، ترتع القسم اشوفه. اول حاجه قالها لي اجي اطمنك قبل ما تسمعي من بره. وبقالكش قابضين عليه ليه؟ اكيد حد ملفق له قضيه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصره. طب انا هنزل معاك عشان اشوف. لا يا حاجة اصله مش هينفع. لا اصل ولا فصل، انا نازلة معاه. خلاص اللي تشوفيها حاجة. ايوة درويش، ايه الاخبار عندك؟ طمني. يقولوا دخل عند الباشا رئيس المباحث، الحكاية باين عليها كبيرة. لا يا عنتر، ده اتظبط بيه، هو بيخلص على الكهنة. مش حكاية كان فيه، الناس كلها قاعدة قدام الاسم بترغي. مدام الباشا ظابط المباحث صاحبه هو اللي بيحقق معاه، يبقى يخرجوا منها زي الشعرة من العجين. يا خبر بفلوس، بعد شوية يبقى ببلاش. ده لازم يتعدم 3 مرات. يلا يا عنتر انا مستنيك، تعالى بسرعة. عم ارزة، هو صحيح الكلام اللي بيتقال ده؟ عم ارزة البقاء لله، شد حيلك يا عجة. كلنا ليها عجة، انا لله وانا لا رجعونا. الله عجة. معلش يا عجة، شد حيلك. خلاص بقى يا حبيبي، خلاص ده بتاع ربنا بقى. لا طب ليه يا عم ايش؟ طيب انا لله وانا اليه راجعون. انا ولا انا عايز من ايه غير؟ خلاص بقى يا عجة بقى. الله، شفت اللي بيحصل في السوق؟ شفت اللي بيحصل في وكالة الحج؟ في ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي بيحصل الزيمة. تمام يا فندم، فك الكلبشه يا عسكري وسيبنا لوحدنا.
روم سعد. عجبك الوفاة يا سعيد؟ وصلت للقتل يا سعيد؟ بس أنا ما قدرتش حد يا باشا. طب اقعد بس يا سعيد، اقعد. ما اكدبش عليك، وضعك في القضية دي صعب جدا. انت اتظبطت متلبس وهو بين ايديك، واللي شافك اخته اللي هي في نفس الوقت تبقى مراتك. انا رحت له في البيت صحيح، بس لما وصلت له لقيته غرقان في دمه وطلع في الروح. سلاح الجريمة كان في ايدك. صحيح. مين اللي عمل فيك كده يا كارلو؟ انت مين اللي عمل فيك كده؟ وانا اللي خرجته من صدره، كنت عاوز الحقه قبل ما السر الالهي يطلع. بس اعمل ايه؟ كان خلصان. وايه اللي وداك بيته اصلا؟ في واحد كلمني وقال لي اروح له اقابله في بيت الكن. واحد مين؟ اللي قتله فوزي. ويطلع مين فوزي ده؟ ده واحد كان مشارك ابويا زمان الله يرحمه. بعدين دخل السجن التأبيدة، طلع منه من مدة بسيطة، لكن من ساعة ما خرج وهو بيحاربني أنا والحاج عامل حاجات غريبة، منها حكاية البضاعة المضروبة اللي كانت تملى السوق كل وقت والتاني، واللي سعادتك كلمتني عليها أكتر من مرة. الراجل كان عاوز يبوظ لنا السوق ويبهدلنا ويدفعنا تمن عمره اللي ضاع. وبعدها ابتدى يطاردني، عاوز يشاركني بالعافية. لما فقد الأمل إني أوافق قاتل اللي كان قاتله كلمني في التليفون وقال لي اروح له اقابله في بيت القرن نفسه. كان لما رحت هناك ما لقيتهوش، لقيت القرن في الوضع اللي بقول لك عليه. الحكايه واضحه يا هشام بيه، ومش محتاجه دي حرب، واخر فصولها ان الراجل ده عاوز يلبسني دم القرن. هو يعرف القرن منين؟ لا يعرفه يا باشا، ده هو اللي كبره وعمله معلم في السوق عشان يقل قيمتنا ويلعبنا بيه من غير ما نعرف. طب انا هفترض ان كلامك معقول، وان هو اللي كبر القرن وعمله معلم في السوق عشان يلعبكم. ايه اللي خليه يقتله في النهايه؟ معرفش، بس اكيد في حاجه غلط حصلت ما بينهم، ده من ناحيه. ومن ناحيه تانيه عشان يلبسني دمه زي ما بقول لك، يعني الراجل عاوز يضرب عصفورين بحجر واحد. طب انا لاخر مره هسالك يا سعيد، ويا ريت المره دي تجاوبني بصراحه. انت ما تعرفنيش من النهارده يا باشا، ده انت عارفني من سنين، عارف كويس ان انا ما بقولش الا الصراحه. عمك الحاج سلطان فين يا سعيد؟ وسيبك من حكايه انه مسافر دي، الاحسن لك المره دي انك تجاوبني بصراحه. بصراحه ربنا ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ الحاج سلطان اختفى من حوالي شهر، شهر وشويه، من غير ما حد يعرف له الطريق. مش غريبه برضه انه يختفي ويكتب لك املاكه ليك لوحدك بالشكل ده؟ ده اللي نفسي اساله عليه، بس هو اكيد حاسس بخطر مش مفهوم فراح عامل الحركات دي. الكلام مش مقنع بالمره يا سعيد. ده اللي اجى في بالي يا باشا، بس من يومها وانا متبرجل. لكن ايه علاقه الموضوع ده بحكايه الكن اللي اتقبض عليا بسببها؟ علاقه كبيره طبعا. ايه انا مش فاهم. انا هخش لك دغري يا سعيد، احنا لقينا الحاج سلطان. بتقول ايه يا باشا؟ فين؟ متأكد انك ما تعرفش؟ والنبي ما اعرف. لقيته فين يا باشا؟ احنا ما لقيناش الحاج سلطان، احنا لقينا جثة الحاج سلطان. ازاي يعني؟ عارف فين؟ كآخر مكان ممكن حد يتوقعه. يلا رجاله. امتى حصل ده؟ الليله دي اثناء حادثه القرن تقريبا.
عاوز تعرف توصلنا له ازاي؟ اكيد في حد بلغ. ايوه انا فاعل خير، عندي بلاغ، بلاغ بخصوص الحاج سلطان ابو المكارم. اول ما وصلنا البلاغ طلعنا تصريح النيابه ودخلنا الوكاله ولقينا جثه الحاج سلطان، من الواضح انه اتقتل بضربه على الراس باستخدام اله حاده. زمن الوفاه بقى هيبقى يحدده تقرير الطبيب الشرعي. احنا كنا يا دوب لسه هنستدعيك، جات لنا اشاره بالقبض عليك في قضيه تانيه. كنتوا هتجيبوني في حكايه الحاج بصفتي متهم برضه؟ مين اكتر واحد مستفيد بموت الحاج يا سعيد؟ غير توفر اكتر من دافع يخلوك من الممكن جدا انك تقتل القن. خلي حكايه التلبس دي كمان على جنب، اخرها مثلا حكايه حرق الوكاله. بس انا عارف كويس انه مش هو اللي حرقها، دي حاجه من لسته طويله. تاريخ العلاقه بينكم كان متوتر بشهاده اي واحد في السوق. المعلومات اللي بنجمعها من السوق باستمرار هي اللي بتؤكد على ده. يعني انا دلوقتي متهم بقضيتين، قضيتين قتل، واحده قتل نسيبي والتانيه قتل عمي. للاسف كل الادله والقرائن المتوفرين في الجريمتين بيخلوا منك متهم مثالي. ظروف ما بتتوفرش كتير في القضايا اللي بنشوفها. بس انا ما عملتش حاجه، انا لا قتلت ده ولا قتلت ده. مش انا اللي اقول ده يا سعيد، انا مهمتي اني احولك على النيابه، ومهمه النيابه انها تحولك على المحكمه. المحكمه بقى هي اللي تقرر اذا كنت قاتل فعلا ولا لا. تمام يا فندم. خدوا عسكري وفيشوا ودخل الشهادة اللي بره عشان نادر بيه استجوبه. اتفضلوا. امشوا قدام. فيشوا يا محمد. يا صقر بقول لكم انا شايفهم بيخرجوا الجثه من الوكاله بعينيا دول. يعني الرئيس سيستيمو طلع قتال قتله اللي عاملنا فيها فتوه السوق كبيره؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا مش صعبان عليا غير الواد العجه هيموت نفسه من الزعل على معلمه. تمر فيه الخير. مش دي الست ام سعيد اللي في العربيه؟ اه والله يا اولاد، بس كبرت قوي. صحيح عجزت خالص وهي طيبه قوي على فكره. العربيه الله يكون في عونك، ربنا يصبرها. زمانها محسوبة على الساعة. درويش جاي لك، عرفت اللي حصل؟ جاي لك يا درويش. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ على فين؟ اطمن على ابني. سالنا تحت قالوا لنا ان الريس سعيد سيستمه بتاعنا جوه، ودي الحاجه والدته عايزه تخش تطمن عليه. ممنوع يا فندم. يا ابني نومك سوفية، عايزه اطمن على ابني. ممنوع يا ست. يا ابني أنا زي أمك، واللي جوه ده ابني الوحيد. ممنوع. ماليش غيره في الدنيا. ممنوع. خليني أدخل أطمن عليه يا ابني. إيه يا عمنا؟ ما تخلي في قلبك شوية رحمة يا جدع، دي الست بتترجاك. بصوا يا جماعة، ما أقدرش أتصرف من دماغي، استنوا بيه رئيس المباحث لما يخرج وبعدين استأذنه. بس لو سمحت اتفضلوا عشان لو حد شافني من سادة الضباط بعدين يجازيني. طب يا ابني الله يسترك، ابقى طمني عليه. أنا يا حاجة حاضر، بس انزلوا تحت بقى. تعالى يلا. معلش يا حاجة، احنا نتصرف. ربنا يجيب العواقب سليمة. هوافي يا اختي. بعد اذنك بس حاجة اشوف حاجة ولا لا. روح يا ابني ما تعوقش عليا. ماشي يا رب. يا رب. يا رب. ايه؟ سمعت باللي جرى في الوكالة؟
مالها دير اخرى؟ بيقول لك لا وفيها جثه الحاج سلطان ومتهمين فيها سعيد سيستم اخرى. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ والله ما بقتش فاهم اي حاجه يا درويش. ايوه نوال، عارف اني كان المفروض اكلمك بس اتخذت في حكايه كده. انا في القسم دلوقتي. لا لا لا، مش حاجه تخصني انا، ده سعيد سيستيمو. تلاقيكي بقى ما سمعتيش باللي حصل. انتي بتقولي ايه يا بنت انتي؟ اللي سمعتيه يا خالتي، لا عم سلطان مقتول في مضرب الوكاله ومتهمين فيها سعيد. لا اكيد الحكايه مش كده يا خالتي، اكيد مش كده يا خالتي. سلطان اتقتل؟ سعيد قتل سلطان؟ سعيد قتل سلطان؟ انا قلبي كان حاسس، انا قلبي كان حاسس انه هيغدر بينا. ما يقتله، يقتله ليه؟ يقتله ويدفنه، يقتله ويدفنه ليه؟ ده شيطان، شيطان يا رب شيطان. انت عرفتي الكلام ده منين يا بك؟ عرفتي منين؟ مين اللي قال لك معطوف الرقبه؟ مين؟ عنتر. عنتر اللي حكى لها يا خالتي. عنتر مين؟ راجل سعيد اللي في الوكاله. يا لهوي، الكلام بقى مظبوط، يعني سلطان مات، سلطان اتقتل ومات. الحكايه في كلمتين، ان جوزي قتل اخويا. متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ زي ما انا متاكده ان سيادتك قاعد قدامي دلوقتي. بس سعيد بينكر انه قتله، بيقول انه راح له البيت لقاه مقتول وكان بيحاول ينقذه. ما هو لازم يقول كده، لكن يقدر ينكر انه جاله البيت امبارح وهدده بالقتل؟ واول امبارح جاله البيت عشان يجبره انه يطلق مراته؟ سعيد يخليه يطلق مرات القن؟ طب ليه؟ لانها مراته القديمة والست الوحيدة اللي حبها، وما كانش طايق حد غيره يتجوزها. واخوك اتجوزها؟ كانوا كاتبين الكتاب، لكن سعيد كان عايزه يطلقها، والكن الله يرحمه ما كانش عاوز يطلقها، عشان كده وقعوا في بعض وقتلوا النهارده. الكلام اللي بتقوليه ده خطير جدا، وممكن يلف حبل المشنقة حوالين رقبة جوزك. اللي كان جوزي، يعني من بكرة هرفع قضية طلاق، واللي عمل حاجة يتحاسب عليها. مستعدة تشهدي بالكلام اللي قلتيه دلوقتي في النيابة والمحكمة؟ طبعا. طب اتفضلي يا مدينة. وبيقول لك كان في بير جوه الدكان والكن كمان. عم دوك اهو. لا لحد هنا، استنى انتوا بقى، ما ينفعش تيجوا معايا. اتفضلوا. خير يا ست ام سعيد؟ هو في ايه يا ولاد؟ انا جيت على ملا وشي، سعيد مال؟ انا سامع من الريس. كل خير يا حاجه طبعا، ان شاء الله ربنا ما بيبعتش غير كل خير. انا عايزك بس تطمني وتروحي انت، احنا جبنا له استاذ محامي طلع له اهو، وان شاء الله مش هنمشي من هنا الا وسيستيمو معانا. يا رب يا اخويا يا رب. نوجا، نوجا يا نوجا، في ايه يا نوجا؟ سعيد ماله؟ انتي لسه ما عرفتيش؟ وحياة النعمة ما اعرف، ده انا جيت على ملاوشي. ايه يا بنتي؟ ايه الحكاية كبيرة؟ ابنك قتل اخويا. يا بنتي لا، قولي كلام غير ده، مش ممكن. اللي حصل حصل قدام عيني. لا يا نوجة، مستحيل، مش ممكن يا بنتي، مش ممكن. خلي حبيبة القلب تفرح وتتهنى. خلاص، عريس الغفلة طار، اتقتل، بقت أرملة. يا بصبتي، يا بصبتي، يا عيني عليك يا ابني، يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي. نزلت عمال يا ست النبي. صحيح سيد المهلي من اتقتل؟ ايوه وكان اتقتل، ربنا يصبرنا كلنا. Thank you.
حرصوا كل حاجاته وحطوها مع مرافقات القضية. حاضر يا فندم. ايه بقى حكاية مرات القند اللي انت عايزه تطلقها دي يا سعيد؟ وايه دخل الحكاية دي في الموضوع ده؟ انا هنا بس اللي اسأل، فاهم؟ فاهم يا باشا. الحكاية انه كان كاتب كتابه على بنت خالتي، بعدين اختلفوا وهي اللي طلبت الطلاق. بنت خالتك ولا طليقتك؟ الاتنين. ولما رفض يطلقها هددته بالقتل؟ لا، حصلش. اما اللي سمعك بتهدده بيكذب علينا بقى ولا ايه؟ هو صحيح انا اتشكلتي معاه ومسكت فيه، بس مش عشان جواز وطلاق، لا. انا كنت بدور على فوزي، هو الوحيد اللي كان ممكن يدلني عليه. بتدور على فوزي تهدده بالقتل؟ أصلاً من امبارح وانا عارف وشبه متاكد ان هو اللي قتل عم الحاج سلطان كمان. ده سفاح بقى. بس انا ما عرفتوش بالوقت المناسب. الكلام اللي بتقوله ده مش هينقذك، وانا اقدر اقول لك ان النيابه هتوجه لك اتهام رسمي بقتل الاثنين لما تتعرض عليهم بكره الصبح. واضح يا باشا ان كل حاجه ملعوبه ومتظبطه صح. قصدك ايه؟ لا ولا حاجة. خليه يدخل. يونس لبيب المحامي حاضر مع الأستاذ سعيد أبو المكان. متأخر شوية يا متر، احنا خلاص تقريبا بنقفل التحقيق. طب تسمح لي ساعتك ممكن اطلع على صورة من محضر التحقيق؟ حقك طبعا. وبطالب بالإفراج عن موكلي بأي كفالة. للأسف مش ممكن، ظروف القضية تمنعني من الإفراج عنه قبل عرضه عن النيابة بكرة الصبح. الرئيس سعيد سيستم هيشرفنا في التخشيبة الليلة دي. ما تقلقش، إن شاء الله بكرة هكون معاك طول فترة التحقيق. أنت مين اللي طلب منك تيجي هنا يا متر؟ أصدقائك وحبايبك يا أستاذ سعيد. طب أنا عاوز أسألك سؤال سألتهولك قبل كده، بس المرة دي عاوزك تديني جواب صريح. تحت أمرك. لحظة واحدة لو سمحت. أنت فعلاً ما تعرفش حد اسمه فوزي؟